الحر يا جماعة، تخيلوا ركبت معاه السيارة زينو ركبت معاه سير عشان نروح للكرفان حقنا. شوف هالكرفان لين هناك، شوف هذا، شايفين قديش يعني مو مرة بعيد، بس من كثر ما انه الجو عليل فيعني ما ودي استمتع فيه. ما في دقيقة ما نمشي برا، اي يعني ما ودي استمتع كثير بالجو، فركبت معاه سير عشان توديني الكرفان. حرفيا خلصت انا كانت صورة، خلصت. زينب لسه عندها، لا حياتي، لا حياتي ما عندي لا تلفين تصوير، خلصت بس نشدين. خلصتي معانا يعني؟ بس بمشي. اوه لا خلصت كمان زينب، والله كشخة. حرفيا يا جماعة مشهد اليوم ما يعني ما عندي فيه كلام، جاي انا اعنش الجو، بس اضفت لي جملة يعني كذا، حبيت اجتهد. ايش هي الجملة؟ ابي عصير وابي قهوة. انا وياها ما كان عندنا حوار، ألفنا.